بنستلهم منك وبنستفيد منك والله اللي انت بتعمله طول النهار يعني من حبك للبلد. طبعا حضرتك شفت المنظر والمشهد النهارده، العمال المحله ورجال المحله عملوه النهارده، كان مشهد بيقولوا عليه خدت بال حضرتك حاجه يعني ولا في الخيال. انت لو شفت الصبح خدت بال حضرتك، لو كنت متواجد في وسطنا انت هتشوف منظر يعني اكتر من رائع. جميع العمال كلهم وهم بحب وبود، وطبعا حضرتك خدت بالك فاهم يعني ايه بحب وبود. انا حد يقول لحد اخرج ولا حد يقول له روح، خدت بالك هم فرحانين خدت بال حضرتك، وفرحانين اكتر لما وجدوا خدت بالك معالي المحافظ موجود في وسطهم النهارده والقيادات كلها، والسيد رئيس النقابه العامه الغزل والنسيج عبد الفتاح ابراهيم كان متواجد في وسط العمال، كان مشهد فوق الوصف والخيال. انا يعني الواحد بقى عينه الدمع خدت بال حضرتك لما كان الاغاني الوطنيه وهم بيرددوا وراه خدت بال حضرتك تقولش ايه اديتنا مصر وايه مصر امي، يعني انا اقول لك حاجات والله الواحد النهارده خدت بال حضرتك يعني هقول لك فرح ايه لا تتخيلها. طبعا احنا يعني مش عايزين يعني احنا نفرح وكل حاجه، بس انا دايما احب خدت بال حضرتك النهايات السعيده، يعني لازم ان شاء الله باذن الله نكسب جهودنا خدت بال حضرتك لسه بكره وبعده عندنا بكره وبعده. بالظبط كده، احنا النهارده بادئين بس بادئين بدايه صح بالظبط يعني البدايه الصحيحه النهارده خدت بال حضرتك الجول الجواب بيبان من عنوانه. ايوه الناس بدات تنزل وبتتحرك، وهو طبعا اختيار يوم السبت ده ما كانش موفق قوي، بس ما يهمش ما يجراش حاجه عشان حكايه الاعياد اللي جايه، فلان السبت انت عارف بيبقى اجازه. لا اصل عندك توقيتات توقيتات لازم تتعمل بالظبط بالظبط، خلال شهر تعمل ايه وخلال شهرين تعمل ايه، فالهيئه الوطنيه كمان مرتبطه بالتوقيتات دي والا الدنيا تقع مننا. ولكن لا انا بقول لحضرتك النهارده النهارده ما كانش حد متوقع ده اصلا. لا النهارده كان يوم رائع رائع رائع. انا السبت ده اصلا كان واحد بينزل ليه البلد فاضيه. ايوه النهارده زخم لا تتخيله. صحيح يعني انا الصبح خدت بال حضرتك عندنا المدارس مدرسه ثانويه محله ثانويه دول كانوا عاملين خدت بال حضرتك نظام جميل جدا، تجميع للساده الاساتذه والمعلمين خدت بال حضرتك، وكله بيتوجه من المدرسه دي بيطلعوا على اللجان بتاعتهم يروحوا يحطوا اصواتهم عن طريق ميكروباصات واتوبيسات متوجهه للناس يروحوا باشتياكه وبذوق، ومحدش بيقول لحد قول ايه، احنا بنقول للناس خدت بال حضرتك انزل وشارك. ناس تنزل بس كده صح صح، احنا عايزين خدت بال حضرتك المشاركه ونبان قدام العالم. حضرتك انت النهارده في اول برنامج بتقول شفت خدت بالك الاذاعات اللي بنقول عليها العميله خدت بال حضرتك، النهارده لما لقوا المنظر بالصوره دي خدت بالك انسحبوا من المشهد خالص خالص، ما بقوش يتكلموا على قعدوا يتكلموا على السودان وعلى ليبيا وعلى الجزائر. بعدوا عن مصر بعدوا خالص خالص خالص, خالص. وانا النهارده انا شفت فيديو غريب غريب لواحد احد المذيعين هناك بيتكلم على قناه الجزيره كانه خدت بال حضرتك يعني كانه هنا في مصر وبيشتم في قناه الجزيره. انا هبعت لحضرتك الفيديو ده تشوفه خدت بالك حاجه مش ممكن. استاذ نائب بكره مستنيين المحله بكره من بدري باذن الله اهل المحله مفيش نوم المصريين مفيش نوم ثلاث ايام يا مصريين بلدكم منتظراكم يا مصريين كلهم من منبرك ومن قناتك بقول لهم يا رجاله المحله اثبتوا دايما واسكندريه واهل اسكندريه اهو كمان واهل اسكندريه قدامنا كمان يا سلام على الشعب المصري الشعب المصري لما بيحس بالخطر واهل اسكندريه اتقبل حضرتك اسكندريه برضه جامدين عاملين شغل جامد طبعا احساسنا بالخطر بيخلينا ان احنا نتحرك دايما، ودايما المصريين عندهم فطنه وعندهم ذكاء وعندهم حكمه يقول لك لا دي بلدنا دي بلدنا قبل اي حاجه، سيبك من الكلام وسيبك من الحاجات دي كلها، احنا عايزين بلدنا مش عايزين حاجه. ما نختزلش الموضوع في حكايه الرئاسه وان الرئيس ومش الرئيس، لا احنا الموضوع كله خدت بال حضرتك مصر يا سياده النائب، مصر يا سياده النائب، مصر يا سياده النائب، مصر امنا. والراجل ده رمز لمصر فعلا برضه، الراجل ده راجل شقى وتعب خدت بال حضرتك، فلازم برضه نقف معاه. يعني احنا بنقول اول مصر وبعدين بنقول سياده الرئيس احنا معاه طبعا ووراه في كل شيء، لان الراجل ده راجل مخلص وبيحب بلده، واحنا عايزين خدت بال حضرتك كل المخلصين يكونوا زيه كده، والناس كلها ان شاء الله تكون بتحب مصر وبتشتغل وبتجتهد وبتبذل مجهود زي سياده الرئيس. بنشكر الجميع وبنقول لهم شدوا حيلكم بكره وبعده عايزين ندي للعالم بكره عشان نشوف بقى مين بقى المصريين. مين اول محافظه وقريه ومدينه ومين كده. بقى بالظبط كده السباق في حب الوطن مية مية. منافسه المحلة مية مية. ايوه وادي الرحاب بص على الرحاب والله ست نائب لما تشوف الرحاب بيقولوا عليها مناطق راقيه واهل الرحاب النهارده ما شاء الله اهو بالظبط كده عشان طلعت مصطفى شغال ايه احنا بنشكر القضاه النهارده يا باشا على المجهود اللي عاملينه والله والتعاون الكبير. يعني النهارده كان في حوالي 30 عامل بيشتغلوا خدت بال حضرتك بالصرف الصح عندنا، ودول كلهم غرابه جايين من الصعيد وبتاع واقفين قدام اللجنه،
القاضي اتعامل معاهم بمنتهى الشياكه ودخلهم بيحطوا اصواتهم في اللجنه وبشياكه وبذوق واحترام. انا بشكر كل الاوضاع عندنا خدت بال حضرتك في مدينه كل الاوضاع على مستوى الجمهوريه كل الاوضاع على مستوى مصر على مستوى كلها مصر كلها نعم على مستوى على مصر كلها بيبذلوا مجهود وهم دايما خدت بال حضرتك يعني المناره بتاعتنا واللي احنا بنقول حصن جامد جدا جدا للمصريين في كل شيء. بنشكرك بنشكر طبعا القوات المسلحه يعني من الصبح ما الناس ما نامتش بقالها يومين طبعا مش هقول لك بقى على الشرطه عاملاه والدور اللي بيبذلوه عندنا يعني ربنا يبارك لهم وربنا يخليهم لنا ويحمونا ويحموا مصر كلها ومصر دايما تبقى واقفه وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. شكرا جزيلا سكنان محمود شحاته.